يعطيك العافية. طبعا إن شاء الله إحنا راح نعطي يعني مجموعة من المحاضرات حول نظام اللينكس والمصدر المفتوح. في البداية بحب أعرف على حالي، دكتور محمود النعامة، مدرس في قسم الهندسة الكهربائية. طبعا أنا بستخدم نظام اللينكس من 2006، بستخدمه على جهازي الشخصي وبشكل يومي يعني كل شغلي عليه. الحمد لله يعني كثير حابب انه التجربه اللي بعيشها انه الاخرين كمان يعيشوها، لانه كثير من المشاكل اللي احنا بنواجهها في التعامل مع البرامج يعني بتنحل باستخدام مثلا نظام اللينكس. تمام؟ طبعا لو جينا سالنا انفسنا يعني شو اهم المشاكل اللي احنا بنواجهها في استخدام اجهزه الحاسوب على البرامج يعني التجاريه اللي احنا متعودين نستخدمها. طبعا اول مشكله هي مشكله نظام الويندوز نفسه. نظام الويندوز يعني باختصار نظام سيء جدا، خرابه كثير، ضعيف جدا امام الفيروسات، صح ولا لا؟ النظام بيستهلك موارد كثير من الجهاز، وخصوصا الاصدارات الحديثه منه، يعني ويندوز 10 ويندوز 11 يعني يا دوب 4 جيجا تمشي حالك فيها، صح ولا لا؟ بيستهلك كثير من الهارد ديسك، مع الزمن النظام بصير ابطا، بصير بحاجه انك تفرمت النظام باستمرار. غير هيك انه صراحة يعني لما الواحد يشتغل على لينكس في امكانيات هائلة جدا موجودة في اللينكس، وخصوصا امكانيات التحكم في النظام، هذه الامكانيات مش موجودة في الويندوز. تمام؟ فما بتعرف قديش نظام الويندوز فيه ضعف الا لما تستخدم نظام اللينكس. فاذا اول مشكلة هي نظام التشغيل نفسه، نظام الويندوز. ثاني مشكلة اللي هي بالنسبة لاستخدام البرامج التجارية بشكل عام. اولا انه ما في حرية. تمام، خلينا نكمل. فأول مشكلة إنه ما في حرية في استخدام هذه البرامج، يعني أنت مقيد، وخصوصا إذا قانونيا بدك تمشي صح، يعني أنت إذا اشتريت مثلا النسخة لجهاز واحد ما بتقدر تنزله على جهاز ثاني، ما بتقدر تحط النسخة مثلا على الإنترنت تعطيها لغيرك، ما بتقدر تعدل على النسخة. وهذه مشكلة كبيرة، وخصوصا إذا كان شغلك بتطلب إنه أنت تعدل على البرنامج أو يكون عندك السورس كود تبع البرنامج. وهذا الشيء خصوصا على السيرفرات. تمام؟ اذا ثاني مشكله انه ما في حريه. المشكله الثالثه التكلفه الماديه. يعني معظمنا يمكن على جهازه الشخصي ما بواجه هذه المشكله لانه البرامج اللي بنستخدمها كليات بين قوسين برامج مسروقه، صح ولا لا؟ يعني كليات عن طريق الكراك تستخدمها او شيء، لكن تخيل انه انت بدك تدفع مقابل هذه البرامج بشكل فعلي. تمام؟ وخصوصا اذا كنت بدك تعمل مؤسسه تجاريه او كنت جزء من مؤسسه على إطار المؤسسات، يعني بكون في مشكلة قانونية إذا تم استخدام البرامج يعني بدون ما يتم دفع ثمنها. فبالتالي إحنا بندفع مبالغ هائلة مقابل البرامج التجارية. تمام؟ طبعا مشاكل أخرى يعني. الآن كل هذه المشاكل الحل تبعها هو باستخدام نظام اللينكس باستخدام البرامج المفتوحة. تمام؟ فالسؤال المطروح إيش يعني المصدر المفتوح أو open source؟ ايش يعني انه يكون البرنامج مفتوح المصدر؟ ايش هو نظام اللينكس؟ وشو فائدة استخدامه؟ وكيف انا بقدر استخدمه؟ طبعا يا ريت تحطوا عندكم الايميل تبعي واليوزر نيم على الماسنجر. تمام؟ لانه ممكن تحتاجوا تتواصلوا معي، فبامكانكم تتواصلوا معي اما عن طريق الايميل او عن طريق الماسنجر. تمام؟ هو باختصار اليوزر نيم ام النعامة @gmail.com او على الماسنجر ام النعامة. تمام، الجميع كتبوا؟ اوكي. طيب اول شيء شو يعني مصدر مفتوح؟ وشو يعني برنامج مفتوح؟ تمام؟ طبعا الحديث يطول عن المصدر المفتوح وتاريخ نشوئه، ولكن باختصار اي برنامج انت بتستخدمه في شيء اسمه رخصه استخدام. رخصه استخدام، رخصه الاستخدام هاي بتحدد قانونيا انت شو مسموح لك تعمل اثناء التعامل مع هذا البرنامج.
تمام. الآن البرامج التجارية رخصة الاستخدام تبعها واللي عادة بتكون اسمها أيولا اللي هي End User License Agreement، بتكون رخص مقيدة للمستخدم قانونيا. أنت ممنوع تعمل، ممنوع تعمل، كل شيء ممنوع، بس مسموح لك تستخدم هالبرنامج لحالك حسب كل شيء محدد. الآن في برامج رخصة الاستخدام تبعتها معمولة لأجل إتاحة الحرية للمستخدم، فرخصة الاستخدام بتقول لك انت مسموح لك تنزل السورس كود اللي هو النص البرمجي اللي انعمل فيه البرنامج، مسموح لك تحصل على هذا السورس كود، مسموح لك تعمل له كومبايليشن حسب انت شو بتحتاج، مسموح لك تعدل عليه لاستخدامك الشخصي مش على النص. يعني في ناس بفهم غلط الاوبن سورس لما يقول انه مسموح تعدل على البرنامج، بفكر انه بقدر اعدل على البرنامج الاصلي. لا، البرنامج الاصلي المبرمج هو اللي بيسيطر عليه وبيحدد شو التعديلات، لكن النسخه الموجوده عندك انت حر انك تعدل عليها، وحر كذلك انه هذه التعديلات تعيد نشرها. تمام. كذلك هذا يعني اللايسنس اجريمنت او رخصه الاستخدام بتتيح لك انك تعيد توزيع هذا البرنامج زي ما بدك وبالتعديلات اللي انت حابها. تمام. إذا كل هذا بدون أي مقابل مادي أو مقابل قانوني. طبعا الناس بتستغرب إنه معقول في ناس بيعمل برنامج وبتركه هيك بدون ما يستفيد منه. الفكرة نعم، وكم هائل من البرامج. تمام. يعني يمكن حاليا الأوبن سورس أبليكيشنز أكثر من الكلوز سورس كعدد. تمام. طبعا ليش هذا الإشي؟ تاريخيا بدكم تحاولوا تطرقوا عن نشأة الأوبن سورس وشو الفلسفي وراءه. لذلك أنا بنصحكم سجلوا اسم الفيلم هذا عندكم. الفيلم اسمه Revolution OS، يعني النظام الثورة. النظام الثورة. لو فتوا على اليوتيوب كتبتوا Revolution OS راح تلاقوا موجود على اليوتيوب ومترجم. أنصح الجميع إنهم يحضروا، راح تفهم بالضبط شو يعني أوبن سورس ونشأة نظام اللينكس وأشياء كثيرة تاريخيا راح تجيب عن كثير من الإجابات اللي عندك. طبعا ما راح نخوض كثير في فلسفة الأوبن سورس والإجابة على السؤال اللي دائما الناس بتسأله، إنه ما دام أنا بعمل البرنامج وبتركه للجميع كيف بكسب مصاري من وراء. تمام. الفكرة انه في طرق لكسب المال من خلال برامج مفتوحة المصدر، وخصوصا الدونيشنز، انه انت مثلا تكون في مجال انه غيرك يتبرع في مصاري لاجل هذا البرنامج عشان البرنامج يستمر. فاذا باختصار البرامج المفتوحة هي برامج رخصة الاستخدام تبعها معمولة لاجل اتاحة الحرية للمستخدم انه يتعامل مع البرنامج والسورس كود تبع البرنامج بشكل مفتوح وبشكل حر. طبعا معظم البرامج المفتوحة بتتعامل مع رخصة اسمها GPL أو GNU Public License. هذه الرخصة بتقول لك إذا أنت أخذت البرنامج وعدلت عليه بدك تنشر البرنامج مع التعديلات، لازم هذه التعديلات أيضا تتاح بنفس الرخصة. يعني البرنامج مفتوح لازم يظل مفتوح وما يتم إغلاقه. واضح؟ لذلك هون بصير عندنا كرة الثلج أو تأثير كرة الثلج، إن البرنامج المفتوح مع الزمن بتطور وبقوى وبيزيد وبيظلوا إيش؟ بيظلوا مفتوح. ثغرات؟ يعني قبل أتعدل عليه، عندي معلومات بالنظام تعاطف، أنت تقدر يستخدم. انتبه معي، بدك تدرك إنه التعديل مسموح لك لنسختك الخاصة وليس النسخة عند المبرمج الأصلي. المبرمج الاصلي هو اللي بيسيطر على التعديل على البرنامج، لكن انت عندك الحريه تعدل لاسبابك الشخصيه. الان البرامج مفتوحه المصدر هي اكثر موثوقيه واكثر سكيورتي من البرامج مغلقه المصدر. ليش؟ لانه انا لما اصمم البرنامج بحيث انه يكون السورس كود متاح للجميع، معناته لازم اصمم بطريقه بالرغم من انه البرنامج واضح للجميع لكن بظل سكيور، فبتكون السكيورتي حقيقيه. غير هيك انه ما بقدر انا احط في البرنامج اشياء ضاره،
مثلا احط سباي وير، او احط مثلا طريقه للتجسس او مال وير، يعني طريقه لتخريب الجهاز، لانه اي نص برمجي سيء في البرنامج مباشره راح يظهر. لكن البرامج التجاريه على الجهه المقابله ممكن يكون البرنامج فيه تجسس، ممكن انه يخترق البرايفسي تبعتك او السكيورتي بدون ما ناس يعرف، انه ما ناس بيقدر يشوف السورس كود تبع البرنامج. طبعا هذه امثله على يعني البرامج المفتوحه. يعني مثلا هذا عباره عن توزيع اوبنتو، راح نحكي عنها شوي. هي عباره عن توزيع بتضم برامج مفتوحه المصدر هائله جدا، مشغل المالتي ميديا في ال سي، كلكم يمكن تستخدموه. هذا برنامج مفتوح المصدر، الفايرفوكس برنامج مفتوح المصدر، لغه البرمجه بي اتش بي. مثلا في الليبر اوفيس، الليبر اوفيس هو عباره عن برنامج مفتوح المصدر بديل عن مايكروسوفت اوفيس، تمام؟ فطبعا عدد البرامج مفتوحه المصدر هائل جدا، تحكي بالالاف. واي برنامج مغلق انت بتستخدمه راح تلاقي فيه له بدائل مفتوحه المصدر، تمام؟ فاذا هذا معنى مفتوح المصدر. طبعا الاوبن سورس يعني تقدر تقول بلش من السبعينات، تمام؟ الان حتى نفهم ايش هو نظام اللينكس، ايش هو نظام اللينكس. طبعا نظام اللينكس هو عباره عن نظام تشغيل، كيف نظام الويندوز هو نظام تشغيل للبرنامج، نفس الشيء نظام لينكس هو نظام تشغيل تقدر تنزله عندك في البيت تستخدمه كبديل على الويندوز. ويمكن حتى البعض ما يلاحظ انه هذا نظام ثاني، تمام؟ تلاقي انه شبيه جدا كانترفيس بالويندوز. ولكن قصه نظام لينكس تختلف عن نظام الويندوز. الفكره انه نظام لينكس هو نظام مبني على نظام اليونكس، او يعني بنسميه يونكس لايك اوبريتنج سيستم، يعني طريقه التصميم تبعته مبنيه على طريقه التصميم تبعت نظام اليونكس. ونظام اليونكس ظهر في السبعينات وكان نظام مصمم لتعدد المستخدمين، نظام مصمم للسكيورتي، ونظام مصمم للبرفورمانس العالي. فلذلك كل هذه الخصائص اخذها منه نظام اللينكس. الشغل الثاني انه نظام اللينكس هو نظام مفتوح المصدر بالكامل، واضح؟ فبالتالي راح تلاقي انه النظام والبرامج اللي تيجي معه هي برامج مفتوحه ايش؟ مفتوحه المصدر. طبعا تاريخيا اذا حضرتوا فيلم ريفوليوشن او اس راح تفهموا تاريخيا كيف نشا هذا النظام. لكن اكثر اثنين ساهموا في هذا النظام هو ريتشارد ستولمان ولينوس تورفالد. ريتشارد ستولمان في السبعينات عمل مؤسسه اسمها فري سوفت وير فاونديشن، الهدف منها ايجاد برامج حره او مفتوحه للاستخدام، وبلش مشروع اسمه جنو. مشروع جنو بده يعمل نظام تشغيل حر او مفتوح، تمام؟ بديل عن اليونكس، بديل عن اليونكس. فعمل معظم البرامج اللي بتيجي مع النظام او اليوتيليتيز الاساسيه، البرامج الاساسيه اللي بتيجي مع النظام. لكن تاخر في عمل الكيرنل، تاخر في عمل ايش؟ الكيرنل. طيب ايش هي الكيرنل؟ الكيرنل جاي زي الدماغ في جسم الانسان. هي عبارة عن البرنامج الأساسي اللي من خلاله تتحكم أنت في الهاردوير وبتخاطب الهاردوير. فبدون كيرنل ما في نظام تشغيل، والكيرنل هو اللي بيحدد معالم النظام، تمام؟ فأنت لما تشتغل على النظام أنت بتشتغل على برامج، صح ولا لا؟ لكن في النهاية هذه البرامج بتخاطب الكيرنل. من وين أجا الكيرنل أو مين عنده الكيرنل؟ لينوس تورفالد. في سنة 1990 لينوس تورفالد كان طالب جامعة عمره 20 سنة، كان مشتري جهاز كمبيوتر جديد نوع 486 انتل، وكان بده يشتغل على نظام اليونكس، بس ما كان في نظام يونكس بينزل على جهازه. فقال ليش ما انا اعمل نظام وانزله على الجهاز تبعي؟ فبلش في عمل الكيرنل تبعت اللينكس، وسماها لينكس على اسمه لينوس تورفالد، واسم الكيرنل لينكس. فهو عمل ايش؟ الكيرنل. والبرامج الأساسية أجت من مشروع جنو، فصار عندنا نظام متكامل برامج مع كيرنل. الآن في البعض بيقول لك بدل ما تسميه لينكس سميه جنو سلاش لينكس على أساس تدل إنه النظام مكون من هذول الشغلتين. لكن فعليا بالإضافة لمشروع جنو إحنا بنحكي عن برامج هائلة جدا تم إضافتها للنظام. فما تقدر تقول إنه بس من مشروع جنو على كيرنل لينكس. لذلك إحنا خلاص بنفضل نسميه لينكس حتى ندل على النظام. واضح؟ إذا لينوس تورفالد وكلمة لينكس، لما أحكي لينكس هي بتدل على الكيرنل اللي هو البرنامج الأساسي بالنظام، لكن بيجي مع النظام برامج أخرى
يعني هذه البرامج من خلالها أنا بشتغل على الجهاز. زي ما حكينا هذا الفيلم بنصح الجميع يعني بمشاهدته. الآن إيش ميزات نظام اللينكس وبشو بتميز عن الويندوز غير إنه مفتوح المصدر؟ طبعاً مجرد إنه النظام مفتوح المصدر هذه إيجابية لا يمكن ينافسه فيها نظام الويندوز، واضح؟ ليش؟ لأنه أنت بتحكي ما في تكلفة مادية، حرية مطلقة عندك، تمام؟ غير هيك الأوبن سورس أبليكيشنز يعني البرامج مفتوحة المصدر كل العالم بيساهم فيها، كل العالم بيساهم فيها، فتطورها سريع وقوي. غير عن البرامج ايش؟ التجاري. لكن نظام اللينكس كونه مبني على نظام اليونكس راح تلاقي اولا يعني اهم ميزه السرعه والاداء. السرعه والاداء اسرع بكثير واخف على الجهاز من نظام الويندوز. فلذلك اللي عنده مثلا جهاز لابتوب قديم ممكن الويندوز بالمره ما بيشتغل عليه او بيشتغل لكن بطيء جدا، جرب نزل نظام اللينكس وشغله على الجهاز عندك راح تلاقي انه الجهاز اختلف تماما، صار جهاز سريع وجهاز يعني اداؤه ممتاز، تمام؟ فلذلك هذه احد فوائد اللينكس، انه اذا كان عندك جهاز قديم مش قادر تنزل عليه ويندوز او الويندوز ما بيفيدك عليه، نزل عليه لينكس راح تستفيد منه بشكل كبير، واضح؟ الشغل الثاني المحافظه على الخصوصيه للمستخدم. هسه بنلاحظ احنا مثلا معظم البرامج التجاريه بتاخذ معلومات عن المستخدم، اللينكس كونه اوبن سورس ما باخذ معلومات عنك. الاستقرار يعني نظام اللينكس لو ظل عشرات السنوات على الجهاز لا يمكن انه يصير بطيء او يحرق مع الزمن، في استقرار هائل جدا في النظام. الامان من الفيروسات، يعني انا من 2006 بشتغل على الجهاز ما في شيء اسمه فيروس، لا يمكن انه واحد يعطيك فلاشي تحط على الجهاز ويقول لك في فيروس ضرب الجهاز، واضح؟ فشغله فيروس او تحتاج انت فيروس هذا الشيء مش موجود، تمام؟ طبعا ليش الويندوز في المقابل كله فيروسات؟ هي للاسف من تصميم الويندوز زي شغله الاوتو رام في الويندوز وشغله يعني انه النظام مش حامي نفسه، يعني للاسف هي من خصائص الويندوز في تصميم الويندوز نفسه انه الفيروسات تخترق، واضح؟ الشغل الثاني في ناس بيحكي انه اللينكس ما بتاثر في الفيروسات لانه استخدامه قليل. لمعلوماتكم نظام الاندرويد على اجهزه التليفون هو نظام مبني على نظام اللينكس، واضح؟ مين عمره شاف فيروس على يعني او ضربه فيروس على جهاز التليفون؟ شغله نادره جدا، صح ولا لا؟ بالرغم من انه الاندرويد يعني يمكن حوالي 80% من التليفونات نازل عليها اندرويد، صح ولا لا؟ فلذلك القضيه مش قضيه لانه استخدامه اقل، ولكن هي مشاكل في نظام الويندوز، فشغله الفيروس انتي فيروس هذه انت ما راح تتاثر فيها نهائيا. توفر البرامج، تحكي عن كميه برامج هائله جدا متوفره على النظام وبتنزلها بكبسه زر. على عكس الويندوز بدك البرنامج اما تشتري شراء او تجيبه كراكت، واذا كان هذا البرنامج كراكت ما بتضمن انه ينزل عندك فيروسات او سبايورز على الجهاز، صح ولا لا؟ فهذه مشكله انه البرامج التجارية يعني الحصول عليها في مشكلة، بينما الأوبن سورس نظام لينكس بتلاقي البرامج متوفرة بسهولة. الميزة الأخرى إنه أنا بقدر أشغل نظام لينكس بشكل كامل من الفلاش ميموري. يعني إذا كان عندي فلاش ميموري ماشي زي هاي بنزل عليه نظام لينكس ملف واحد بنزله ما باخذ أكثر من 3 جيجا، وبقدر انا هذا الملف احط عليه البرامج اللي بدي اياه، يعني اعمل النظام اللي بدي اياه بالبرامج اللي بدي اياه، تمام؟ واشغله بالكامل من فلاش ميموري، يعني لو ما في هارد ديسك بالمره على الجهاز بشتغل على نظام كامل، بتعرف على الهاردوير مباشره حتى لو عندك طابعه بتعرف عليها مباشره وبتشتغل شغلك كامل من فلاش ميموري. فهذه كمان نصيحه للجميع، حتى لو انت على اللابتوب ما نزلت اللينكس نزله على فلاش ميموري واشتغل عليه من فلاش ميموري وتعلم من خلال فلاش ميموري. غير هيك بفيد كثير في الصيانه، بفيد كثير في الصيانه، فلو انت الجهاز عندك ضرب مثلا وبدك بشكل سريع تاخذ ملفات من الجهاز وتطبعها على الطابعه او تبعثها على الايميل والويندوز ضارب، خلص بشغل الجهاز من الفلاش ميموري وشغل نظام لينكس وبخلص شغلي بشكل كامل. الميزه الاخرى هي امكانيات التحكم في النظام هائله جدا.
يعني الويندوز بالضبط انت مقيد في التحكم في النظام، في نظام اللينكس وخصوصا اذا كانت البيئه الرسوميه اللي راح نحكي عنها او بيئه سطح المكتب هي كي دي اي بلازما راح نحكي عنها، عندك امكانيات هائله جدا في التعامل مع النظام. تمام؟ فهذه اهم يعني الفوائد والميزات لنظام اللينكس. طيب الان ممكن البعض يقول ما دام نظام اللينكس بهذه الروعه وبهذه القوه ليش ما كل العالم يتحول لاستخدام نظام اللينكس؟ الفكره في مشكله اساسيه انه نظام اللينكس كتصميم داخلي مختلف عن نظام الويندوز. ومعظم البرامج التجاريه تعمل نسخه لنظام الويندوز ما بتعمل نسخه لنظام اللينكس. يعني هذه حتى مستخدمي الماك اللي بيستخدموا الابل يعني اجهزه الابل بيعانوا منها انه بيلاقي البرنامج مثلا ما في نسخه للماك. في اللينكس لسه هذه المشكله اكبر انه البرامج التجاريه في الغالب بتلاقي ما في نسخه للينكس. حديثا راح تلاقي كثير يعني برامج بدأوا يتوجهوا انه يعملوا نسخه للينكس، لكن بعض البرامج بتلاقي ما في نسخه للينكس. تمام؟ فهذه المشكله الاساسيه راح تواجه، مثلا انت بتشتغل على الاوتوكاد ما في نسخه من الاوتوكاد للينكس، فهون بصير عندك مشكله. طيب هل هذه المشكله لها حلول؟ نعم. اول حل انه انت تبحث عن برنامج بديل. مثلا انا بدل مايكروسوفت اوفيس بستخدم ليبر اوفيس. اقوى جدا من مايكروسوفت اوفيس، قوي بمراحل، يعني لما اشتغل على مايكروسوفت اوفيس يعني سيء جدا. مقارنه بالامكانيات في الليبر اوفيس يعني مايكروسوفت اوفيس اضعف. طبعا في شوي الكومباتيبلتي مش 100%، لكن بشكل عام الليبر اوفيس بيفتح ملفات المايكروسوفت اوفيس وبصدر إليه. تمام؟ ممكن بعض المرات تلاقي الملف شوي تلخبط، لكن بشكل عام يمكن ما تلاحظ انه الملف صار عليه اي تغيير. فبشكل عام انا بستخدم برامج بديله عن البرامج التجاريه. الحل الثاني اذا كنت انت مضطر تستخدم نفس البرنامج هو انك تشغله داخل اللينكس من خلال ما يسمى بالجهاز الافتراضي او الفيرتشوال ماشين. فيرتشوال ماشين داخل اللينكس في برنامج بيعمل لك جهاز افتراضي يعني وكانه كمبيوتر وهمي داخل الجهاز، بتنزل عليه ويندوز بتشغل برامج الويندوز جوا ايش؟ جوا اللينكس. ولو بدي اوريكم مثال، انا هون عندي برنامج الفيرتشوال بوكس وعندي هون مثلا هذا ويندوز 10 نسخه خفيفه منه. لاحظوا كيف شغلت الويندوز 10 جوا اللينكس، فبخلص شغلي على الويندوز من جوا اللينكس وبعدين بسكر الويندوز وبكمل شغلي وين؟ على اللينكس. واللي بيصير انه انت بامكانك تفوت على ملفاتك على اللينكس من داخل هذا الجهاز الافتراضي وتعمل مشاركه بين اللينكس والويندوز. تمام؟ كذلك وخصوصا بالنسبه للالعاب في برنامج اسمه واين بنسميه هذا محاكي او ايميوليتر. بيشغل مثلا معظم العاب الويندوز داخل لينكس بدون ما يكون في ويندوز اصلا، بدون ما تحتاج تنزل ايش؟ تنزل ويندوز. وكذلك الدوس، خصوصا الدوس يعني الايميوليتر راح تلاقيه ناجح جدا على اللينكس. الشغل الثاني انه دول بوت، دول بوت يكون الويندوز واللينكس نازلين على نفس الجهاز. لما تحتاج تشتغل على الويندوز اذا مش ظابطه معك الخيارات الثانيه او يعني تحتاج تشتغل على الويندوز ومش ظابط معك الخيارات اللي حكيناها، بتفوت على الويندوز في بدايه التشغيل بتخلص شغلك بتعيد تشغيل الجهاز وبترجع على اللينكس. فالحلول ايش؟ الحلول موجوده. تمام. في ملاحظه مهمه دائما في الحياه بشكل عام ما بنفع ننظر للامور انه اما كل شيء او لا شيء. يعني اما كل شيء بده يشتغل على لينكس او انسى لينكس بالمره. لا، ولكن ننظر للامور انه ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى اخر انا صح ممكن ما اقدر 100% كل شيء اشغله على لينكس، ولكن ممكن استفيد من لينكس بنسبه مثلا 90%. 90% من شغلي يكون على لينكس، مثلا 10% فقط احتاج ايش؟ احتاج الويندوز. تمام؟ غير هيك انه انت مثلا لما يكون اللينكس عندك على فلاش ميموري تستفيد منه لاغراض الصيانه، تستفيد منه في اغراض الطوارئ، صح ولا لا؟ فبالتالي انت يعني
معرفتك بحد ذاتها لللينكس والاوبن سورس هي فائده، واستخدامك حتى لو كان استخدام جانبي لنظام اللينكس ايش يكون. الشغله الاخرى انه ممكن بعضكم بكره يروح مثلا يبحث عن عمل ويحاول يشتغل في شركه، واول سؤال يسالوا لي اياه تعرف تشتغل لينكس او لا، وخصوصا انه نظام اللينكس هو اكثر نظام شائع على السيرفر، فبالتالي معظم الشركات شغل السيرفرز فيها عباره عن ايش؟ عباره عن نظام لينكس. واضح؟ طبعا يمكن على الاجهزه الشخصيه النظام مش منتشر كثير لان الويندوز مسيطر على الاجهزه الشخصيه، لكن على السيرفرز ضمن الشركات الترافيك الداخلي يعني شركات الاتصالات خصوصا كل الترافيك الداخلي للبيانات فيها شغال لينكس. مثلا نظام حكيم اللي في المستشفيات كل الاجهزه والسيرفرز الداخليه شغال لينكس، تمام؟ فمش مستبعد انه انت وخصوصا اذا شغلك له دخل في الاي تي او الشركه بتستخدم نظام اللينكس بتروح عليها يسالوك بتعرف تشتغل على لينكس او لا. فلما يكون عندك معلومات مسبقه هذه ايجابيه بالنسبه لك. طبعا هذه بس امثله على برامج تجاريه وبرامج مفتوحه بديله الها. فعندنا مثلا الادوب فوتوشوب في برنامج بديل عنه اسمه جيمب، المايكروسوفت اوفيس في برنامج بديل عنه ليبر اوفيس، 3 دي ستوديو ماكس الناس اللي بيحبوا يشتغلوا 3 دي في برنامج اسمه بلندر. بلندر لسه اقوى من 3 دي ستوديو ماكس بمراحل، ما بعرف اذا في ناس اشتغل عليه او اشتغلت على بلندر. تمام، ممتاز جدا. دائما اللينكس في تشغيل البرامج اقوى من الويندوز، تمام؟ وان شاء الله لو يعني ممكن اساعدك في الشغله هاي، بننزل لينكس بننزل عليه البلندر بتشوفي يعني الفارق الكبير في الشغل، تمام؟ مثلا في عندنا الانكسكيب هذا بديل عن كل درو. مثلا في عندنا برنامج اسمه كيدن لايف محرر فيديو، وراح احنا نشوف استعراض ان شاء الله لاهم البرامج اللي ممكن تستخدمها على لينكس كبديل عن برامج التجاري. تمام لغايه الان؟ تمام. الان نحكي عن ايش اسمه التوزيع، ايش اسمه التوزيع او الديستريبيوشن. اول ما الواحد يتعرف على لينكس مباشره بيقول لك اللينكس يا اخي في مئات التوزيعات وشغله بتلخبط، تمام؟ وغيرك بيستخدم توزيعه وغيره بيستخدم توزيعه، فايش يعني توزيع؟ تمام؟ اللي بدكم تدركوه انه اللينكس مش شركه، اللينكس هو فقط الكيرنل، وفي منظمه مسؤوله عن هذا الكيرنل. مع الكيرنل انا بحاجه لمئات البرامج والادوات حتى اشكل نظام متكامل. وهذه البرامج منتشره على مواقع ومؤسسات على الانترنت. طب كيف بجمع هذه البرامج؟ هذه البرامج بجمعها لأجل أتعامل معها من خلال إيش اسمه توزيعة. فالتوزيعة هي اللي بتجمع لك هذه البرامج وبتتيح لك التعامل معها. طيب الآن اللي بصير إنه التوزيعة بتأخذ البرامج هذه مفتوحة المصدر بتنزلها على سيرفرات عندها، بتحولها لبرنامج جاهز للاستخدام حسب نوع البروسيسر عندك، تمام؟ وتعمل لك النظام الاساسي والبرامج الاساسيه متاحه حتى تنزلها على سي دي، حتى تنزلها على سي دي. طبعا هسه السي دي انطرف، فاحنا بننزل البرنامج على فلاش ميموري، على فلاش ميموري، فاصبح البديل عن السي دي هي الفلاش ميموري. الملف اللي بتنزله على السي دي او على الفلاش ميموري بنسميه الايزو فايل، ايزو فايل بيكون امتداد تبعه دوت ايزو. هذا بيكون بضم ايش؟ النظام الاساسي. طبعا غير البرامج اللي على السي دي راح تلاقي الاف البرامج متاحه وين؟ على سيرفرات عندهم. فبتنزل البرامج اللي بدك اياها من السيرفر التابع للتوزيع، تمام؟ الشغله الثانيه انه هذه التوزيعه كل فتره بصير لها تحديث، كل فتره بصير لها تحديث. طبعا التوزيعات كثير، بعضها يعني بيختلف بس بشكل شكلي جدا عن الاخر، وبعضها في اختلاف جوهري. فبصف السؤال شو احسن توزيعه اتعامل معها؟ شو احسن توزيعه اتعامل معها؟ طبعا كل واحد حسب ظروفه ممكن يلاقي توزيعه بتفيده اكثر من توزيعه. الان افضل توزيعه من خبرتي انا تعاملت معها هي توزيعه كوبونتو هي مبنيه على توزيعه اوبونتو، تمام؟ مبنيه على توزيعه اوبونتو.
فلما احكي اوبونتو احكي كوبونتو الثنتين نفس الشيء، نفس السيرفرات، نفس التوزيعه، نفس الاصدارات. شو اللي بيختلف؟ بيختلف شيء اسمه بيئه سطح المكتب، بيئه سطح المكتب. فاذا بالاضافه لاختلافات التوزيعات في اختلاف في بيئه سطح المكتب. طب شو يعني بيئه سطح المكتب؟ بيئه سطح المكتب هي الواجهه الرسوميه اللي من خلالها انا بتعامل مع الكمبيوتر، الواجهه الرسوميه من خلالها بتعامل مع الكمبيوتر. فلو اخذنا توزيعه زي توزيعه اوبنتو، تمام، راح تلاقي هذه التوزيعه لها نكهات مختلفه. لها ايش؟ نكهات مختلفه. انت بتشتغل على كوبنتو مثلا تستخدم بيئه سطح مكتب مختلفه، غيرك بيستخدم اوبنتو نفسها بيئه سطح مختلفه، في توزيعه اكس اوبنتو بيئه سطح مختلفه وهكذا. فاذا بدنا نختار التوزيعه وبدنا نختار بيئه سطح المكتب. لما احكي توزيعه كوبنتو هي اوبنتو بالاضافه لبيئه سطح المكتب كي دي اي بلازما. كي دي اي بلازما، كي دي اي بلازما هي اقوى وافضل بيئه سطح مكتب يعني من تجربتي الخاصه، تمام. فلذلك باختصار حتى اختصر عليكم المسافه، يعني افضل توزيعه هي توزيعه ايش؟ توزيعه كوبنتو، تمام. راح نشوف هسه استعراض لثلاث توزيعات مبنيه على الاوبنتو او من نكهات الاوبنتو، تمام. بس حابب اعلق على شغلي اللي هي الاصدارات، اللي هي الاصدارات. توزيعه الاوبنتو واشكالها المختلفه كل ست اشهر، كل ست اشهر بينزل تحديث للنظام، اصدار جديد. هذا الاصدار في تحديث للبرامج، في تحديث لمثلا هاردوير درايفرز، في تحديثات متنوعه في هذا الاصدار. اذا كل قديش؟ كل ست اشهر. في شهر أربعة، في شهر عشر، في شهر أربعة الماضي كان في إصدار، في شهر عشر الجاي راح يكون في إصدار جديد. كل إصدار بيستمر الدعم تبعه تسع أشهر. شو يعني دعم؟ يعني السيرفرات تبعته بتكون شغالة تسع أشهر، بعد هيك بتسكر السيرفرات تبع هذا الإصدار، ما تقدر تنزل البرامج، فبدك تحدث للإصدار إيش؟ الجديد. ولكن في السنوات الزوجية في شهر أربعة بينزل اصدار طويل الدعم او طويل الامد، لونج تيرم سبورت، لونج تيرم سبورت. هذا الاصدار الدعم تبعه بيستمر خمس سنين، بيستمر خمس سنين. فانت خمس سنين وانت شغال على الجهاز وبتنزل برامج من الانترنت بدون مشاكل. فلذلك في العاده اللي بيسال على توزيعه الاوبنتو بيستخدم الاصدار ال تي اس او لونج تيرم سبورت. فبنحكي عن السنوات الزوجيه مثلا سنه 2018 شهر 4، طبعا بنزل في شهر 4 اللونج تيرم سبورت، او سنه 2020 شهر 4، او سنه 22 شهر 4. انا اخر توزيعه بشتغل عليها هي 22.04، يعني سنه 22 في شهر 4 لها حوالي يعني 3 اشهر ونص، تمام. طبعا زي ما حكينا باختصار حتى اختصر عليكم المسافه، من خبرتي الشخصيه افضل توزيعه تشتغل عليها هي كوبنتو، تجمع بين ايجابيات كوبنتو بين ايجابيات بيئه سطح المكتب كي دي اي بلازما. واضح؟ كي دي اي بلازما قريبه جدا للويندوز، فما راح تكون غريبه عليك. امكانيات الكستمايزيشن فيها عاليه جدا، خفيفه على الجهاز. فراح يعني يعني لما تقارن بين بيئات سطح المكتب المختلفه تشوف الفرق. فلذلك راح اشغل لكم هسه نكهات مختلفه من توزيعة الأوبنتو، كل واحدة فيها بيئة سطح مختلفة. فنبلش أول شيء في الأوبنتو نفسها، طبعا هذا كله نفس الإصدار 22.04 يعني آخر إصدار، تمام. الآن هاي أوبنتو نفسها بيئة سطح المكتب اسمها جنوم، اسمها جنوم. طبعا بكرهها أنا لأنها بتقيد المستخدم بشكل كبير. فمثلا إذا بدي أروح هون على متصفح الملفات، هذا متصفح الملفات بنلاحظ أنه مبسط زيادة عن اللزوم، مبسط زيادة عن اللزوم. مثلا هون البرامج إذا بكبس على هاي بصير عندي طائمة البرامج المختلفة، إذا بكبس على هاي بصير عندي التحكم في الصوت والكرت أو الإنترنت وهكذا، تمام. فإذا بنلاحظ فيها التبسيط الزائد، تبسيط الزائد. ممكن البعض كيف عليه يقول والله أنا هذا اللي بدور عليه من زمان، بقول ما في مشكلة، أنت حر في استخدام بيئة سطح المكتب اللي بدك إياه. اذا هذه الاوبنتو نفسها بتستخدم بيئه سطح مكتب اسمها جنو.
الآن نشغل توزيع ثاني إكس أوبن 2. إكس أوبن 2 فيها بيئة سطح ثاني اسمها إكس أف سي إي، زي فكرة الجنوم فيها تبسيط زائد عن اللزوم، واضح؟ فبنلاحظ هون إذا كبست هون بتظهر القائمة، بقدر مثلا أروح حسب أنواع البرامج المختلفة، إذا كبست هون بغير في الإعدادات، ولكن بنلاحظ إنها مبسطة زيادة عن اللزوم، هون دبل كليك بظهر عندي متصفح الملفات يعني مبسط شوي يعني. طيب الآن بدنا نشوف برضو على الأوبنتو اللي هي توزيعة الكوبنتو اللي هي أوبنتو، ولكن إيش؟ بيئة سطح المكتب هي KDE. طبعا لاحظوا أنا هون أوريدي منزل هذه التوزيعات على فيرتشوال ماشين وحافظها بحيث إني أشغلها بشكل سريع، واضح؟ فبس احنا بدنا نشوف الانترفيس العام. لاحظوا الانترفيس العام للكوبنتو زي الويندوز 10، تمام؟ فمثلا هذا متصفح الملفات، في امكانيات هائله جدا، تمام؟ بقدر هون مثلا اشوف انا وين موجود على المسار، هذه القائمه. الحين مثلا هذه القائمه قائمه التشغيل مش عاجبتني وبدي قائمه اخرى، بعمل رايت كليك بقول له شو الترناتيفز، بختار مثلا ابلكيشن منيو، هون القائمه تغير شكلها. فالحلو في الكي دي اي بلازما اللي هي نازله على الكوبنتو انها بتعطيك خيارات مختلفه حسب انت شو حاجتك. طيب الان هذه توزيعه كوبنتو، السؤال المطروح هسه كيف انا بحصل على توزيع كوبنتو؟ مثلا انا خلاص اوريدي حابب اجرب النظام وحابب انزل نظام عندي على فلاش او على ايش، على الجهاز. اول خطوه هي الحصول على ملف الايزو الخاص بالتوزيعه اللي بدك تستخدمه. طبعا ايش هو ملف الايزو؟ ملف الايزو عباره عن ملف يحتوي في داخله كل الملفات اللي بتخص النظام بشكل معين ضمن هذا الملف، تمام؟ فلو جينا احنا مثلا رحت على الانترنت كتبت هون kubuntu.org، واضح؟ بروح على الموقع تبع الكوبنتو، بروح على خيار داونلود، هون عندي داونلود، هون معطيني 2204 LTS، زي ما حكينا LTS Long Term Support. هذا الإصدار دعمه بيستمر 5 سنوات، بيستمر 5 سنوات. بجي هون 64 بت حسب الجهاز عندك، الأجهزة الحديثة كلها 64 بت، القديمة كثير 32 بت. يعني حتى هسه بطلوا ينزلوا يعني الإصدارات الحديثة بصيغة 32 بت لأنه انقرضت. هسه معظم الأجهزة هي 64 بت، خلاص بتكبس على هذا الخيار بتلاقي إنه إيش؟ أنت قاعد بتنزل ملف، هون الملف 3.4 جيجا، 3.4 جيجا. لكن هذا الملف راح تلاقي معه أوفيس، راح تلاقي معه تشغيل مالتي ميديا، راح تلاقيه بتعرف على الهاردوير مباشرة، واستهلاكه من الجهاز أقل بكثير من الويندوز. طبعًا إن شاء الله خلال المحاضرات الجاي راح اشرح لكم عن توزيعه انا عامل، تمام؟ اخذت توزيعه الكوبنتو، زدت البرامج اللي ما بدي اياها، ضفت كثير برامج بحتاجها، ضفت كثير ادوات انا بحتاجها بحيث صارت اقوى بكثير وجاهزه للاستخدام ببرامج كثيره مباشره من اليو اس بي. فلذلك ان شاء الله لو حبيتوا انتم تجربوا النظام بدل ما تنزل الكوبنت وتقعد تنزل برامج وتحط اعدادات وكذا، لا بعطيك انا توزيعه انا عاملها، تمام؟ هي عباره عن تعديل على توزيعه الكوبنتو بحيث انت تنزلها على الفلاش ميموري وتستخدمها. فان شاء الله المحاضره الجاي راح اعطيكم الرابط لهذه التوزيعه واشرح لكم اكثر عن النظام. طبعا هيك احنا خلصنا محاضره اليوم، في معنا يعني حوالي 5 دقائق 10 دقائق من الأسئلة. في ناس عنده أي استفسار؟
بالنسبه للتدريب شفنا كيف بيشتغلوا عليها من الداخل، هي كل نصف الانش ولا بس نصف اغلب التوزيعات بتشغلها انت من فلاش ميموري، شغله بنسميها لايف سيستم. لايف سيستم يعني نظام حي او نظام يعني بتشغل الفلاش مباشره. الحلو في الموضوع انه بتنزله كمان وانت شغال عليه، يعني بس تشغل من الفلاش بتشغل على نظام كامل، بدك تنزله دبل كليك بتنزله برضه من الفلاش. واضح؟ هي نفسها بس كلمة دول بوت معناته أنت الويندوز بيكون نازل بتحافظ عليه زي ما هو ما بيروح، تأخذ مساحة من الهاردسك بتناسب فيها اللينكس. ففي بداية تشغيل الجهاز بعطيك خيار هل بدك تفوت على الويندوز أو تفوت على اللينكس، فأنت بتحافظ على تثبيت الويندوز زي ما هو، ولكن إيش بتقدر تشغل اللينكس في بداية تشغيل الجهاز. هذا بسموها دول بوت، إما تفوت على لينكس أو ويندوز. تمام. هسه بالنسبة لللايف سيستم في عدة شغلات. في الغالب كل ما أنا أعيد تشغيل جهاز وفوت على اللايف سيستم بفوت على نفس الإعدادات على نفس النظام، فما بحتفظ بالإعدادات. حلو، هذا الشيء الافتراضي. ولكن بقدر أنا الفلاش ميموري أحفظ عليها ملفات، نفس الفلاش ميموري اللي أنا مشغل منها النظام أحفظ عليها الملفات، فحفظ الملفات بتبقى هذا الشيء. لكن ممكن واحد يقول انا بدي اشتغل لايف سيستم واحفظ الاعدادات اللي على اللايف سيستم، كيف بعمل هذا الشيء؟ في شيء اسمه بيرسيستنت لاير. بيرسيستنت لاير تاخذ على الفلاش ملف مثلا 5 جيجا، التغييرات اللي بتعملها على اللايف سيستم تنحفظ في هذا الملف، فاي تغييرات على اللايف سيستم تنحفظ عنده. اذا بدك ترجع على اللايف سيستم الاصلي بتلغي الملف تبع بيرسيستنت لاير. ولكن اللي بده يستخدم البيرسيستنت لاير راح يواجه مشكله اذا الفلاش ميموري مش سريعه بتكون بطيئه كثير. اللايف سيستم سريع لانه بس بقرا من الفلاش ما بكتب لها، لكن البيرسيستنت لاير بقرا من الفلاش وبكتب لها، فبتلاقي انه النظام صار بطيء. فاذا الفلاش سريعه ما بتواجه مشكله، لكن معظم الفلاشات اللي بنستخدمها هي بطيئه. ايش الايروس ماك؟ تمام. هل بقدر انزل نظام اللينكس على اجهزه الماك؟ الان اجهزه الماك قبل الابل سيليكون اللي هو الام 1 والام 2 اللي نزل جديد هي انتل، هي اجهزه انتل، فبنزل عليها لينكس زيها زي الاجهزه العاديه. الان الام 1 والام 2 اللي يعني ما صارلوش سنه اقل من سنه نازل على السوق، في نسخة لينكس بس لساتها قيد التطوير، بروسيسر مختلف تماما. ففي نسخة بس قيد التطوير لا ينصح باستخدامه، لكن ما اعتقد الجهاز اللي عندك ام 1 او ام 2. لا كملوا عندك. ايباد. هسه الايباد لا يعني ما في مشكلة في تنزيل لينكس، لأنه زي ما حكينا حسب نوع المعالج، لكن أي مشكلة أي سؤال ممكن تبحث على الإنترنت تلاقوا فيه حلول، وتلاقوا نسخة بتنزل. عادي لو قديم 32 بت بينزل على لينكس. يعني هسه بالنسبة لك إذا عندك أي استفسار أو مشكلة يعني ممكن نتساعد فيها ونشوف كيف ممكن تلعب. مين عنده أي استفسار؟ هسه بس للتوضيح احنا بكره في نفس الموعد من 10 ل 11 في عندنا ان شاء الله محاضره راح نشرح اكثر كيف اتعامل مع النظام، راح اورجيكم التوزيع اللي انا عاملها، اعطيكم الرابط تبعها، حتى لو في اشخاص بدهم ينزلوا التوزيع على فلاش ميموري راح اورجيكم الطريقة واساعدكم بتنزيلها، اشرح لكم كيف تنزل التوزيعة من خلال برنامج اسمه فينتوي. هذا البرنامج رائع جدا بيسهل عليك تنزيل التوزيعات على الفلاش ميموري. تمام؟ في ناس عنده استفسار؟ مين ناوي يجي بكرة ان شاء الله؟ خلاص ان شاء الله بنشوفكم. التوفيق يا عبد الله.